السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. الأول قبل ما يعني الأول عايز أقول لكم إن ده قد يكون أخطر فيديو على القناة، وأرجو إن حضراتكم تتحملوني في الفيديو لأن هربط لكم حاجات كتيرة ببعضيها، الكورة بالسياسة بالأوضاع السياسية بتاريخ نشأة النادي الأهلي بتاريخ نشأة الزمالك، فمعلش اتحملوني شوية. الأول عايز أقول لكم إن كهربا المحكمة الدولية حكمت عليه بغرامة 2 مليون دولار وفي استئناف لسه، ده الحكم الأولي، وانه الغرامه ديت على كهربا وعلى النادي البرتغالي، النادي الاهلي ملوش علاقه بيها خالص، وكهربا هيستأنف على الحكم وباذن الله الحكم يتخفف، والقرار الاتحاد الدولي قال انه لن يتم ايقاف اللاعب، اللاعب مستمر مع الاهلي ويلعب عادي، ما فيش اي ايقافات على كهربا، وموقفه سليم تماما وموقف الاهلي سليم تماما للرد على المشككين. هنبدأ بقى نتكلم عن أزمة رمضان صبحي. أزمة رمضان صبحي تتلخص في حرب سياسية اقتصادية على مصر مش على النادي الأهلي. لما لعيب صغير ياخد 30 مليون جنيه في السنة، 30 مليون جنيه في السنة، أنت هتدي بقية اللعيبة كام؟ قناة الزمالك اللي هي القناة اللي المفروض إنها مسؤولة عن نادي رياضي كبير تكون بتتصرف بهذا الغل والحقد تجاه النادي الاهلي، ومش فاهمه اللي بيحصل، ومش فاهمه ان الحرب دي مش هتضر النادي الاهلي بس، يبقى ده نعتبره في قبيل الجهل. لان لما رمضان صبحي ياخد 30 مليون جنيه سنويا، انت عندك لعيبه هتديهم قد ايه؟ وانت عندك القايمه 30 لعيب، كل واحد شايف فيهم انه مش اقل من التاني، فهتدي كل لعيب كام؟ وهتجيب الميزانيه دي منين؟ هتقول لي اوروبا ومش اوروبا، هقول لك على حاجه، لا اقول لك رونالدو لما انتقل لريال مدريد رئيس النادي الاسباني خده على الصين وامريكا في جوله، باع الفانيلات بتاعته بس بالفلوس اللي اتدفعت في رونالدو لريال مدريد. رونالدو بيعمل اعلانات، بيعمل بيستغلوا النادي، بيكسب من وراه كتير. انت عندك الدوري من بدون جمهور، الشركات الراعيه بتقدم اكبر عرض بيتقدم للاهلي، فاكتر فريق بيحصل على فلوس هو النادي الاهلي، ووقف عقد رمضان صبحي عند اكبر رقم عنده اللي هو 11 مليون. نادي زي نادي بيراميدز يعني يمكن قد تكون اول بطوله، واحنا كنا متعاطفين معاه انه ياخد بطوله الكونفدراليه، كانت تكون أول بطولة ليه في حياته هي الكونفدرالية. الكونفدرالية مكاسبها قد إيه عشان أنت تدفع لرمضان صبحي 90 مليون في 3 سنين؟ والمفاجأة إن هيردسفيلد لما عرف إن نادي مصري تاني دخل الصفقة قال لك أنا مش هتنازل عن 7 مليون جنيه استرليني، يعني حوالي 150 مليون جنيه مصري، وادي 90 أو 100 لرمضان، يبقى أنت عندك 250 مليون في 3 سنين. هل رمضان هيجيبهم للنادي؟ وده لعيب واحد. هل النادي هيحصد الفلوس دي؟ هل النادي عنده الشعبيه؟ هل النادي هيبيع الفانيلات بتاعته؟ هل النادي هيستفيد من رمضان صبحي؟ طبعا استحاله ان النادي يستفيد من رمضان صبحي في هذه الحاله. الحرب يا جماعه على الانديه المصريه والنادي الاهلي تحديدا بدأ من بدايه انشاء النادي الاهلي. النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي. النادي الاهلي بالانجليزي اسمه ناشونال، يعني المحلي، اهل البلد. بعديها اتعمل النادي المختلط، كان معمول من خلال الاحتلال الانجليزي. على فكره انا هاجي لكم ان نادي الزمالك تحول لنادي وطني، ما تفتكروش ان انا بستقل بنادي الزمالك، بس هقول لحضراتكم القصه بالظبط. النادي الاهلي المختلط اتعمل كخليط من الانجليز والمصريين، ومن اسم المختلط عشان يخلط عساكر الانجليز بالشعب المصري ويدمجهم جوه الشعب المصري. تمام؟ فبعد كده النادي المختلط تحول لنادي فاروق، كان مقرب برضه من السلطه من الملك فاروق. بعد كده تحول
لنادي الزمالك وكان رئيسه طول الفترة دي أو المشرف عليه السيد عبد الحكيم عامر، الراجل الثاني بعد ثورة يونيو، ويعتبر كان وزير الدفاع وواحد من المقربين للرئيس جمال عبد الناصر حتى سنة 67. فيعتبر مش النادي الأهلي هو نادي السلطة، نادي الزمالك هو نادي السلطة. بعد كده تحول نادي الزمالك لمؤسسة وطنية بيشرف بدأ يرأسها مصريين مخلصين، وبدأ نادي الزمالك يبقى نادي زيه زي الأهلي، ومن قطبي يعتبر قطبي الأمة في مصر فعلا النادي الأهلي، لأن مشجعين الأهلي والزمالك هم يعني هم العدد الأكبر في الأندية. في الفترة الأخيرة بدأوا عشان خاطر يقضوا على النادي على الكرة في مصر وعلى وتخش السياسة، بدأوا يعملوا تجهيل للأندية ويحط قيادات لا تفهم في الكورة ولا تفهم في التسويق الرياضي، وبدأ كل همهم هو الحرب على النادي الأهلي اللي هو أصلا النادي الوطني المصري اللي يعتبر نادي أسياد القارة في أفريقيا. أنا زي ما بطلق عليه هو مش نادي القارة، هو نادي أسياد القارة. فبدأت الحرب بتعيين شخص الأول كان في مجلس الإدارة، بدأ حروب على مجلس إدارة نادي الزمالك اللي هو القطب الثاني للكورة، لحد ما ترأس بقى فوق رأس الجهاز وبيقوده بعملية من الحقد والغل الأسود على نادي الأهلي، وبالتالي وحرب عليه. ولكن هو عشان خاطر هو جاهل في النقطة دي، وأنا ما أقصدش أنه جاهل أنه مش متعلم، لأن أنا لو جبت عالم ذرة وقلت له تعالى ربي لي مواشي مش هيعرف يربيهم غير الراجل الراعي المواشي أو مربي المواشي اللي متعلمش خالص، كل واحد ليه شغلته. فهو جه في الكورة كل همه أنه هو يلمع نفسه ويلمع ولاده، وفي الاخر خالص الموضوع ان هو ازاي يقضي على النادي الاهلي عشان خاطر هو يبقى هو اللي عمل نادي الزمالك. ده بيعمله بجهل، الجهل ده طاغي عليه في انه بيحاول يهدم في النادي الاهلي باي طريقه عبر الاستجابه للمخططات، او هو نفسه بيعمل مخططات تقضي على النادي الاهلي. لو اتكلمنا شفنا بنظره موضوعية، امبارح قناة الزمالك هم عندهم ماتش بكرة مع المقصة، امبارح ثلاث ساعات ما تذكرش فيهم اسم نادي الزمالك، كل الحلقة تحطيم في النادي الاهلي واستضافة مصطفى يونس الكاري لمحمود الخطيب ويقول لك ده شوفوا اللي بيقول عليه كابتنه. هو كون ان محمود ان مصطفى يونس كان راح لعب في الاهلي قبل مع محمود الخطيب او انه اكبر منه سنا وكان كابتن الفريق وقتها بالاقدميه، ده معناه ان مصطفى يونس يفوق محمود الخطيب؟ هو لو مصطفى يونس بيحب الاهلي هيشعل حرب ضد غريمه محمود الخطيب عشان خاطر عشان ويضر الاهلي؟ طب ما الاستاذ محمود طاهر المنافس محمود الخطيب طوارى عن الانظار، والراجل لو الاهلي استشاره في اي حاجه ما بيهاجمش الاهلي ليه؟ ما بيهاجمش الاهلي ليه طاهر ابو زيد؟ ناس كتيره مختلفه مع محمود الخطيب كشخصيه، لكن عشان هي بتحب النادي الاهلي بعدت تماما. مجدي عبد الغني كان اكثر ذكاء، صحيح حاكم شويه لكنه كان اكثر ذكاء، حتى لما احمد جمال، واحمد جمال يا جماعه لازم تبقى فيه، هو ما عندوش، هو هربان من مواقع التواصل الاجتماعي، بس ده مذيع بيتميز بالجهل والخبث الشديد، الجهل مع الخبث يعمل كوارث، ايقاع شديد عمال يوقع بين الناس ويوقع بين اللعيبه، وكل مهمته في الاعلام يبص سمومه وحقده على النادي الاهلي. فارجو من حضراتكم احنا ننسى قصه رمضان صبحي. هدسفيلد حاليا طالب 7 مليون جنيه استرليني، دي فلوس هتخرج من مصر للاسف الشديد، مش هيكون في ليها اي عائد، ودي خساره كبيره جدا لمصر. ورمضان صبحي هيفتح ابواب جهنم على كل الانديه بما فيهم نادي الزمالك اللي هو فرحان لهروب رمضان صبحي من الاهلي. الاهلي حاطط اسس ومبادئ علشان خاطر ما يغرقش، ان حاطط حد اكثر الاجور للفئات، في فئه اولى وفي فئه ثانيه وفي فئه ثالثه،
وما حدش بيحيد عن الكلام ده كله، لكن الاهلي كان ممكن من تحت لتحت يتفاوض مع رمضان صبحي، لكن مبادئه لا تقبل، ويقول له هو بيراميدز هيديك ايه؟ خد تعالى نزودك اكتر، مع ان انا شايف شخصيا ان حتى لو الاهلي هيقدم عرض اقل فرمضان بيستفيد منه او اي لعيب بيستفيد بعد كده، رمضان نفسه من اللقم بتاعه قبل ما يمشي من النادي الاهلي، وحضراتكم كل دي معلومات معروفه وموجوده على السوشيال ميديا، مصور اعلان واخد فيه 4 مليون. هل هيروح بيراميدز هيصور الاعلان ده؟ هل رمضان مصور الاعلان عشان اسمه ولا عشان اسم النادي الاهلي؟ كل الناس ديت مصوره علشان اسم النادي الاهلي، فانت لما بتخرج من النادي الاهلي انت اللي بتخسر مش النادي الاهلي اللي بيخسر. فهي حرب احذروها، ويا ريت الجهلاء يخرجوا من الحرب دي، لان الحرب دي لن تبقي ولا تنتظر على الكره المصريه. واذا كان في بعض مجموعه من الجهلاء معتقدين انهم بكده هم بيساعدوا نفسهم بهدم النادي الاهلي وبتفشيلهم للنادي الاهلي، فهم الفاشلين الاوائل. الموضوع كبير وليه جوانب كتيرة، وانا ببحث حاليا في الجانب التاريخي للحرب على النادي الاهلي طوال تاريخه، وباذن الله هجيب لكم اعمل لكم حلقة كاملة عن الحروب اللي قامت على النادي الاهلي كمؤسسة وطنية، وبيتضر منها كذلك الزمالك، مصر كرة مصر بدون الاهلي والزمالك، وللاسف الشديد اتدمر الاسماعيلي والمصري والمحلة، وكل دول استغلوا كأداة وهم مش فاهمين ان اكلت يوم اكل الثور الابيض، دي رواية مشهورة، فهم اتاكلوا والاندية دي راحت في رجلين ما بقتش موجودة، اللي كانت اندية ليها شنة ورنة، وبالتالي الزمالك هيكون قبل الاهلي في المذبحة اللي هتحصل لو استمر الوضع على ما هو عليه. اشكر حضراتكم واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو عجب الفيديو اعملوا شير على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان يوصل لكل الناس الزملكاوية قبل الاهلاوية، واعمل اعجاب بالفيديو، وان ما كنتش اشتركت في القناة اشترك. اشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.